الشهيد حيدر توفيق التميمي، شاب يافع بعمر الزهور، قوي الإرادة والعزيمة، خطت مآثره في صفحات التاريخ لتفوق أفعاله بالرغم من غضاضة عوده وطراوة غصنه. ولد الشهيد السعيد في محافظة البصرة، ونمى عوده في أسرة اتخذت من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعليهم منهاجا في الحياة، وارتشف الشجاعة من كأس واقعة الطف بعد أن تخرج من مجالسها، وصقلت أخلاقه بتلك الفضائل الحسينية التي كانت تستعاد في مدينته الشامخة. وما أن سمع بنداء الفتوى المباركة للدفاع الكفائي حتى راح ملبيا لبيك أرض الحسين، ليلتحق بصفوف فرقة العباس عليه السلام القتالية، ويشق عباب السواتر مزمجرا بوجه جرذان داعش الإرهابية، محققا بمعية إخوته المقاتلين النصر في عديد المعارك التي خاضوها. كانت الابتسامة جلية بخلقه ومحياه، والكرم سمته البارزة بين أهله وأصحابه. وما أن حلت معارك تحرير الحويجة حتى حمل روحه على كفيه وجاد بها من أجل أهلها، فنال مبتغاه الذي طالما دعا الله سبحانه وتعالى ليفوز به، وهو المضي في طريق الشهادة، وذلك في 14 من شهر المحرم عام 1439 هجرية، الذي جاء موافقا لليلة الشهداء الخميس 5 من شهر تشرين الأول عام 2017، فنعته العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية، وصلى على جثمانه الطاهر سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه، رحم الله شهيدنا الهمام الباذل نفسه في طريق الشهادة حيدر توفيق التميمي، وأسكنه مستقر رحمته وجنان خلده.